مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. مع اقترابه من 10 مليون مشترك على يوتيوب، حمس أبو فلة المتابعين لمفاجأة جديدة رح يعلن عنها قريبا، حيث المفاجأة متواجدة بصندوق داخل غرفته ورح يعلن عنها بعد تخطي حاجز 10 مليون. شو رأيكم؟ شو ممكن تكون المفاجأة؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما باريتيوب فنزل مبارحة أغنيته الجديدة على عدة منصات، من بينها منصة سبوتيفاي، حيث رح ينزل الفيديو كليب كاملة عن قناته على يوتيوب قريبا، فنشر هذا المقطع المسرب من أغنيته بهذا الستوري. أما أبو الرب فعم بيحضر لأغنيته الجديدة، حيث نزل ستوري على انستغرام وصرح أنها رح تنزل بعد وصول أغنيته السابقة بعنوان هبد ل 10 مليون مشاهدة، مع العلم أنها تخطت حاجز 9 مليون مشاهدة في الساعات القليلة الماضية. بكرة الموعد أو اللايف المنتظر اللي حيكون بين نارين بيوتي وموفلوجز على قناة نارين على يوتيوب، حيث أطلقت نارين العد التنازلي للبث على قناتها على يوتيوب، والجمهور متحمس لهاللقاء ولهاللايف تحديدا. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.